صباح الخير وصباح المحبة والجمال على كل الناس اللي بيشاهدونا دائما من خلال الموجة الأزرقة صباح اف ام قناة الهلال الفضائية. أتمنى لكم يوم سعيد وجميل وصباح مليء بالفرح والطاقة الإيجابية ومليء بالحب والمودة والاحترام لكل الشعب السوداني في كل مكان. أتمنى لكم قضاء يوم جميل، كل أسرة يوم الثلاثاء المختلف والجميل كالعادة. بنطر عليكم في أيام مختلفة من الموجة الأزرقة أصدقاء وزملاء مختلفين، أيضا مواضيع بنطرحها من خلال شاشة الهلال وتيم عمل. اليوم بيقدم برنامج مختلف، ولكن قبل ما نقدم البرنامج المختلف كالعادة أمنيات فرحة وجميلة بأنه يومكم بيكون سعيد وتقدروا تحققوا من خلاله كثير من الأحلام والأمنيات الموجودة في البال على مدار فترات طويلة. قرر وأبدأ بإذن الله أنه يومك يكون جميل وأبدأ خطوات إيجابية، عسى ولعل يكون يوم فعلا مليء بالفرح ومليء بالكثير من الأخبار المفرحة. اللحن الصباحي دايما بنهديه لكل الناس، بنتمنى لكم به روقان لليوم الصباحي الجميل، ونرجع مع بعض نشوف موضوع حلقتنا لليوم. شمس شرقة اتنفس ورد Yeah.
نفس الوردة. يا حالي يا غالي لما يغيب مطرايا، لما يغيب. يا حالي يا غالي لما يغيب مطرايا، حالي يا بكرة يا أمسي تصهر كما الشمس وتتنفس الورد. تتنفس الوردة، تتنفس الوردة، تتنفس الوردة. ضحكت شمس شرقت اتنفست وردة.